Determination of bacterial count in soil and milk. النهاردة هنتعلم ازاي نعد البكتيريا وايه طرق العد المختلفة للسويل والملك. اول سورس هو السويل، والسويل يعتبر سورس مهم في الايزوليشن لان بيكون فيه انواع كتير جدا من البكتيريا. تاني سورس هو الملك، وبهتم بالبكتيريال كاونت في الملك عشان اعرف هل اللبن ده صالح للاستخدام او لا. طريقة العد في السويل بتكون ستاندرد بليت ميثود، أما الملك بيبقى فيه طريقتين، ستاندرد بليت ميثود أو دايركت مايكروسكوبيك كاونت بالبريد تكنيك. أول طريقة هي ستاندرد بليت ميثود، ودي بستخدمها عشان أعد البكتيريا سواء في السويل أو الملك. والطريقة دي ليها advantages و disadvantages. advantages زي إننا بنعد الليفينج سيلز بس، لكن الديد سيلز ما بتنموش في الميديم فما بقدرش اعدها. تاني حاجة ان هي بتدي نتائج كويسة حتى لو عدد البكتيريا قليل في السامبل. والديس ادفانتجز ان ممكن يكون الميديم اللي انا مستخدمها او التمبريتشر او التايم اوف انكيوليشن ما يكونش مناسب لكل البكتيريا. تاني حاجة ان لو حصل كونتامينيشن هيزود اعداد البكتيريا عن العدد الحقيقي اللي المفروض يظهر. تالت حاجة ان الميثود دي بتستهلك وقت واكويبمنت. ورابع حاجة إن الأنيروبيك بكتيريا مش هتنمو. وعشان أعمل البروسيدجر دي للميلك، أول حاجة بعمل شيكينج للميلك سامبل، وبعمل منها سيريال دايليوشنز، وبسحب 0.1 ملي من كل دايليوشن وبحطه في ستيرايل بيتري ديش، وبعد كده بصب عليه الميديا وأعمل له شيكينج كويس عشان السامبل تتوزع، وبعد كده بعمل انكيوبيشن عند درجة حرارة 37 لمدة يومين. وبعد الانكيوبيشن بقدر اعد البكتيريال كولونيز. اما لو هعمل البروسيدجر دي للسويل، فهحط 1 جرام على 9 ملي استرايل ووتر واعمل له شيكينج كويس، وبعد كده بسحب من كل دايليوشن 0.1 ملي واحطه في الطبق واصب عليه الميديم، وبعد كده بعمل انكيوبيشن عند درجة حرارة 37 لمدة يومين، وبعد الانكيوبيشن اقدر اعد البكتيريال كولونيز. وزي ما هو واضح من الدياجرام، اول حاجة بعملها بسحب 1 ملي من الميلك سامبل وبضيفها على اول تيست تيوب، وبيكون فيها 9 ملي من استيرايل ديستلد ووتر، وبعمل لهم ميكسنج، يبقى كده تركيز اول تيوب بيكون 10 to the power negative 1. بعد كده بسحب منها 1 ملي واضيفها على تاني تيست تيوب، ويبقى تركيزها 10 to the power negative 2، وبفضل بكرر العملية دي لحد اخر تيست تيوب وبيكون تركيزها 10 to the power negative 5. ومن كل تيست تيوب بسحب 0.1 ملي وبضيفهم على البيتر ديش، وبعد كده بصب عليهم الميديم واعمل لهم شيكينج كويس، يبقى انا كده زرعت من الميلك سامبل بس بتركيزات مختلفة. اما في عينة السويل فبتكون بنفس الطريقة، بس اول حاجة بحط جرام من السويل على 9 ملي ستيرايل ديستلد ووتر عشان اعمل السويل سسبنشن. وفي الفيديو ده هنتعلم خطوات الستاندرد بليت ميثود بشكل عملي. اول حاجة بسحب 1 ملي من الميلك سامبل وبضيفها على اول تيست تيوب اللي بيكون فيها 9 ملي من ستيرايل ديستلد ووتر. وبعمل له شيكينج عشان يحصل هوموجينايزيشن للسامبل. وبكده يبقى تركيزها 10 to the power negative 1. وبعد كده بسحب منها 1 ملي واضيفه على تاني تيست تيوب اللي تركيزها هيبقى 10 to the power negative 2.
وبعد كده بسحب منها 1 مللي، وأضيفه على التيوب التالتة اللي تركيزها يبقى 10 to the power negative 3. وبعد كده اسحب منها 1 مللي واضيفه على التيوب الرابعة اللي تركيزها يبقى 10 to the power negative 4. واخر حاجة اني هسحب منها 1 مللي واضيفه على التيوب الخمسة اللي تركيزها يبقى 10 to the power negative 5. وبكده ابقى عملت سيريال دايليوشن للميلك سامبل. وبعد كده اظبط المايكرو بيبيت على 100 مايكرون عشان اسحب من كل تيست تيوب 0.1 مللي واضيفه على الطبق. لو مش عايز كل شوية أغير تيب ممكن أستخدم تيب واحد، بس لازم أشتغل من التركيز الأقل اللي هو 10 to the power negative 5 للتركيز الأعلى اللي هو 10 to the power negative 1. بعد كده بصب عليهم الميديوم ولازم اعمل شيكينج كويس للطبق عشان السامبل تتوزع في كل الطبق. وبعض الأطباق ما بيحصل لها solidification بعمل لهم incubation عند درجة حرارة 37 لمدة يومين. وبعد ال incubation هيظهر نتيجة الأطباق، والطبق اللي كان مزروع من أعلى تركيز هيكون فيه أكتر bacterial colonies، وكل ما التركيز يقل ال bacterial colonies بتقل. وعشان أعد البكتيريال كولونيز بستخدم جهاز اسمه كولوني كاونتر، والجهاز ده بيكون فيه عدسة عشان يكبر الطبق ويخلي شكل الكولونيز أوضح. بس الأطباق اللي بعدها لازم الرينج بتاعها يكون من 30 ل 300 عشان أقدر أدخلها في الحسبة بتاعتهم. وعشان أحسب الـ CFU أو الكولوني فورمينج يونت بير ميلي بستخدم القانون ده، وبيكون فيه نمبر اوف كولونيز اللي أنا عديته من الطبق في الـ reciprocal of dilution. يعني لو الـ dilution 10 to the power negative 3 الـ reciprocal of dilution هيكون 10 to the power 3 على الـ volume plated اللي هو 0.1 ملي. وعشان نوضح استخدام القانون، أول مثال إننا زرعنا 5 أطباق من تخفيفات مختلفة، وبعد الـ incubation عدينا الأطباق
اول طبق اللي كان من تخفيف 10 to the power negative 1 طلع فيه 500 كولونز، والطبق التاني 400 كولونز، والطبق التالت 350، والرابع 100، والاخير 10 كولونز. فيبقى كده الطبق الوحيد اللي اقدر استخدمه في الكالكوليشن اللي هو فيه 100 كولونز، ويبقى هطبق القانون ال CFU per milli equal number of colonies times reciprocal of dilution على ال volume plated، وال number of colonies 100 times 10 to the power 4 على 0.1 هيطلع ال CFU per milli 10 to the power 7. والمثال التاني اننا زرعنا 5 اطباق من تخفيفات مختلفة، وبعد الانكيوبيشن عدينا البكتيريال كولونيز وطلع ان في طبقين ينفع يتعدوا. الطبق الاول التخفيف 10 to the power negative 3 وطلع فيه 300 كولونيز، والطبق التاني 10 to the power negative 4 وطلع فيه 100 كولونيز. يبقى هستخدم الطبقين دول في القانون عشان اعرف ال CFU per milli. اول حاجة هحسب لكل طبق لوحده، هحسب اول طبق اللي تخفيفه 10 to the power negative 3، والقانون بتاعه هيبقى 300 في 10 to the power 3 على 0.1. يبقى كده جبت ال CFU per milli لاول طبق، وبعد كده هجيب ال CFU per milli لتاني طبق، وهيبقى 100 times 10 to the power 4 على 0.1. وبعد كده عشان اجيب ال total CFU per milli هجمع الاتنين واقسمهم على 2. وتاني طريقة عشان احدد بيها البكتيريال كاونت هي الدايركت مايكروسكوبيك كاونت او بريد تكنيك، بس دي بتكون في الميلك سامبل بس. تاني طريقة هي الدايركت مايكروسكوبيك كاونت او بريد تكنيك، وفيها بستخدم الميكروسكوب على طول عشان اعد بيه البكتيريا. والطريقة دي بتكون ليها advantages و disadvantages. advantages ان هي بتكون اسهل واسرع من الستاندرد بليت ميثود. تاني حاجة ان في بعض البكتيريا بتكون سايكروفيلز، يعني بتحب تعيش في درجات الحرارة المنخفضة، فمش اقدر اعمل انكيوبيشن وانميها عند درجة حرارة 37. تالت حاجة وجود الليوكوسايت والباس فورمينج ستريبتوكوكاي في السلايد، ده معناه ان الانيمال اللي منتج لللبن عنده other infection. الديسادفانتجز ان انا ما بقدرش افرق ما بين الليفنج والديد سيلز، والاتنين بيتعدوا. تاني حاجة ان في بعض البكتيريا ممكن ما تبانش تحت الميكروسكوب. واخر حاجة ان ممكن يحصل ايرور في الكاونت وانا بعد. وعشان اعمل البروسيجر بتاعت بريد تكنيك، اول حاجة برسم سكوير حجمه سنتيمتر على ظهر السلايد، وبعد كده بعمل شيكنج للميلك سامبل وانقل منها 100 مايكروليتر واحطه داخل المربع، واسيبها يحصل لها اير دراينج، وبعد كده احط السلايد على بويلنج ووتر باس لمدة 5 دقايق عشان يحصل فيكسيشن بالستيم، وبعد كده بحط زيلول على الميلك عشان يعمل ريموف للفات جلوبيولز، وده بيكون مدته دقيقة. وبعد كده بشيل الزيلول باستخدام الإيثايل الكحول، وبعد كده بعمل ووشنج للألكحول، وبعد ما بعمل ووشنج بحط ميثيلين بلو لمدة من 3 لـ5 دقايق، وبعد كده بعمل ووشنج للميثيلين بلو، وبعد ما بتنشف بعمل لها اكزامينيشن تحت الميكروسكوب باستخدام الأويل اميرجنت لينس. وفي الفيديو ده هنتعلم ازاي نعد البكتيريا بالدايركت مايكروسكوبيك كاونت او البريد تكنيك. اول حاجة برسم مربع على ظهر السلايد بيكون مساحته 1 سنتيمتر سكوير، وبعد كده بظبط المايكرو بيبت على 100 مايكرون، وهسحب من الميلك سامبل 0.1 ملي واحطهم جوه المربع اللي رسمته، واسيب السلايد يحصل لها اير دراينج، وبعد ما يحصل لها اير دراينج
بحطها على بويلينج ووتر باث لمدة 5 دقايق، وبعد كده بحط الزايلول لمدة دقيقة عشان يعمل ريموف للفات جلوبيولز. وبعد كده بعمل ريموف للزايلول باستخدام الإيثايل ألكهول اللي تركيزه 95%. وبعد كده بعمل ريموف للألكهول بالووشنج. وبعد كده بحط المسلين بلو من 3 لـ5 دقايق. وبعد كده بعمل لها ووشنج عشان انزل المسلين بلو الزيادة. وده بيكون شكل السلايد تحت الميكروسكوب، وزي ما هو واضح ان انا بقدر اعد البكتيريا.